السلام عليكم متتبعين ديالي، نتمنى تكونوا ان شاء الله في احسن الاحوال باذن الله، والفيديو ديالي يلقاكم بصحه جيده ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هنا واحد البطبوط اللي ما نعاودش لكم، كيجي زوين وكيجي رائع، لذة ومذاق صراحه. كنتمنى ان شاء الله تجربوه بطريقتي ناجحه وينجح معكم حتى نتوما. ونبداو الفيديو ديالنا. الصلاة على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هنايا في الحشوة، يعني الحشوة اللي متوفر عندكم غادي ديروه. هنايا درت الحشوة عادية، فيها الجزر محكوك، فيها الفلفلة مقطعة، البصلة الخضارية مقطعة، ملح، إبزار، الخرقوم عرق، سكينجبير، شوية ديال الشونية، صافي. وكنشحر كل شيء في المقلة، وكنضيف صلصة الصوجة. انا عندي صلصة الصوجة الخضراء اللي متوفر عندكم ديروه، الا ما متوفرش ماشي مشكل. صافي كنديرها في المقلاة وكنشحرها، نخليها حتى كطيح لنا البصلة وداك الفلفلة. وان شاء الله هنايا كيف ما كتشوفوا من بعد ما تشحرت واحد ريحة زوينة، يعني ما درت فيها لا لحم لا شحمه لا حتى شي حاجه. وهنايا عجنت العجينه ديالي كرستها كيف ما كتشوفوا، وهادو غنخليهم خاوين، هتبقى غادي نعمرو كيف ما غتشوفوا معايا. انا من بعد ما كرستهم شكلت كويرات، هنا غادي نكرس اول كره وغادي نوضع فيها الحشوه صافي، وغنجمعها من الجوانب. طريقة راه واضحة وسهلة. هاد البطبوط هذا كينفع في رمضان، يعني اغلبية ديال المغاربة ولا يعني الناس كلشي يعني كيفضلوا يديروا هاد الطيبيطات هكا، يا اما عامرين يا اما خاوين. ان شاء الله اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا ارحم الراحمين. اللهم ارحم جميع موتى الزلازل اللي في تركيا وفي سوريا، اللهم احفظ بلادنا وجعلها آمنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وبلاد جميع المسلمين إن شاء الله بإذن الله. الله يحفظنا والله يجعل المستقبل إن شاء الله كله خير لنا، وإن شاء الله اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. هنا كيف ما كتشوفوا الحشوة كان نوضعها في الوسط، وكان كنجمع الجوانب كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل. صافي وكنستمر بنفس الطريقه، تنكمل الكميه اللي عندي كامله. العجين ما شاركتوش معكم لاني ديجا مشاركه معكم العجين، وتبارك الله يعني جميع النساء راك يعرفوا يعجنوا. يعني غديروا شويه مثلا نصف كيلو ديال الفورص ورابع مثلا ديال القمح سبيسيال، او نفس الكميه غادي تديروه على حسب عدد افراد الاسره. ملح والخميره وشويه ديال السنيده باش يجينا داك البطبوط ديالنا محمر. انا هنا درته يعني ناشف، ما درتش فيه الزيت، درته يطيب هكاك، واللي بغى يدير فيه الزيت فداك الزيت يضيف ليها شويه ديال التحميره او البابريكا باش يعطي واحد اللون محمر وزوين. ونتمنى ان شاء الله هاد البطبوط ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، ورمضانكم مبارك سعيد ان شاء الله بالصحة وطول العمر يا ربي، وكل ما كتمناه ان شاء الله. ما تنسونيش من لايك واشتراك بالنسبة للناس اللي ما مشتركينش. شكرا لكم متتبعين ديالي، وإلى الملتقى بإذن الله. لك الحمد يا ربي فأنت المليك، لأرواحنا والكون والكل رحيل. لك الحمد حمدا سرمديا ودائما، على كل حال حمدك الله حصيل. عليم بأخبار النفوس وسرها، عظيم جليل مثله لا يمثل. تعالى عن الأمداد في كل شأنه، إلها كبيرا في المحاسن كامل.
فمن ذا الذي يسقي الجنين طعاما ومن ذا الذي يسقي مياه السواحل يفرج مكروبا ويحفظ غائبا ويرزق مسكينا ويغني عائلا فلله أفضل تضيء دربانا ولله ألطف نراها تعجل إلها عظيما فالق الحب والنوى ويخلق ألاء عظاما دلائل غفور رحيم لا يقنط عصيا وما خاب من يدعو إلها يسائل فيا ربي ثبت باليقين أحبتي وإن شدت الأمواج لطفك ساحل.